بناخذ المقطع الثالث وبعدها نبدا التغريدات معكم حامي حامي عشان نخلص بسرعه. يلا اعطونا المقطع الثالث. توكل على الله. ارحب ارحب وارحب بطاي. هلا هلا والله اني شايفكم انتم تناظرون مؤدبين. اسمعوا مساكم الله بخير جميعا. اول شيء ثاني شيء يا جماعه الخير تراكم انتم قاعدين تعيشون احلى ايام حياتكم. لو يرجع الزمان لوقتكم الحين والله ما اخلي ولا دقيقه بالبث. شدوا حيلكم احنا معكم قلبا وقالبا. اشتقت للاداره اشتقت سامي جعوني وناصر والشباب وفايز والطهبل واشتقت ابو كاتب. هذه أيضا رسالة من نجم زد رصيدي 5 الغني عن التعريف سعود فهد يعطيه العافية. واتفق مثل ما اتفقوا اللي قبله استغلوا هاللحظات فهي أجمل لحظات حياتكم. قبل لا نبدأ بالتغريدات اسلم يا عبد المجيد. حييهم واحد واحد ونقول لهم شكرا على روحهم ويعلم الله إن كلماتهم أثرت فينا وخصوصا عيشوا لحظات البرنامج شراها ذهبية. شكرا لهم ما قصروا. الله يسعدك بيض الله وجهك. طيب مثل هالمقاطع هذه بعدنا يا عبد الرحمن مثل هالمقاطع هذه اللي وصلت من الشباب انا اتمنى ايضا من مشاهدينا الكرام انهم يصورون مثل هالمقاطع ويرسلونها على الانستغرام في نفس الهاشتاج هاشتاج زد رصيدك وباذن الله واحد لحد راح نستعرضها احنا وياكم في الاسابيع القادمه مشيئة الله تعالى. اسلم عبد الرحمن. سين بسيط الاجابه البالغه طويل العمر بعد هالمقاطع تفكرت ان باذن الله اذا تم الله على طيله عمر بعد سنه يمكن احيانا بعض الشباب او منا نرسل نفس المقاطع هذه. بس انا بكون مقدم ما راح اطلع إيه اطلع لك ولا مقطع ترى. فبيمر الزمان وبتمر الايام ثم تكون ذكرى. فاذا كنت تعرف ان هذا بيصير ودك تستغلها من الان عشان ما تقول اه صار كذا وليتكم استغلتوا او ليتنا استغلناها. بيض الله وجهك، يعطيك العافيه.